نرمى بحاجة إلى فترة طويلة لين الدعم النفسي. كده معر هذا البيت الحمد لله من عند الله. روحة يبدأ في نوبات صراحة خاصة من كبار في السن، يعني عادة من سواء كان نساء أو رجال. أعتقد ما مرتش علينا حاجة بالقسوة هذه وبالكثافة هذه. أعظم عمل بطولي هو أني نساهم في إنشاء مواد ترفيهية، مسرح، غناء، إخفاء الفنون بكل أنواعها. قال أحد اللي يقوم بالإنقاذ يعني مجرد اشتغل يومين وخير، قال أني ما عادش نقدر نقوم في اكتشال هذه الجثث لأني ما عادش درس نرقد وما عادش نقدر نكون إنسان طبيعي. لا يزال وقعها مدمر في الذاكرة والأذهان، أثرت في البعيد الذي يشاهد صور مدينة درنا المنكوبة، فما بالك بالذي حضر ليلة انهيار سدي المدينة وما فيها من فواجع وضحايا لليلة ستبقى في الأذهان لكل من حاصره الموت والفقد فيها. هذا الأمر استنفر كل المهتمين في مجال الصحة النفسية للتوجه لموقع الحدث للتخفيف من وطأة الكارثة في صورتها النفسية على ذوي الضحايا وكل من عاش وتألم وتأثر من كارثة إعصار دانيال بصورة مباشرة. في تحقيقنا هذا دعونا نتعرف عن مدى الأذى النفسي الذي تسببت به كارثة إعصار دانيال، وكيف هي الآثار النفسية المترتبة عن هكذا صدمة، وكيف تعمل فرق الدعم النفسي في المدينة للتخفيف من وطأة هذا المصاب. كلنا مرينا بهالمرحلة، ولكن رافع عندنا أطفال شافت الأمور المروعة والأمور اللي صار قدامها، فيبوا علاج نفسي وإعداد نفسي. فأخوتنا أولياء الأمور يا ريت تساعدونا في الأمر هذا والتوجه للمركز اللي في شيحة هو في الضمان، تمشوا غادي وإن شاء الله الأمور طيبة. يعني تنص المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بالأمم المتحدة بأن الاستجابة للصحة النفسية والدعم الاجتماعي في حالة الطوارئ يجب أن تمر بهذه المراحل. أولاً المساعدة المجتمعية والذاتية والدعم الاجتماعي، وذلك من خلال إنشاء جماعات محلية تشرف على الدعم والإغاثة مع ضمان إشراك الفئات الضعيفة والمهمشة. تقديم الإسعافات الأولية المتمثلة في الدعم الوجداني للذين مروا بضائقة نفسية حادة. ثالثاً توفير الرعاية الصحية السريرية لحل مشاكل الاكتئاب والاضطرابات الذهانية. هذه هي الآلية الأساسية لمعالجة الاضطرابات الناجمة عن الصدمة، ولكن ما هو شكل الواقع وما هي الأوضاع على الأرض؟ حتى أيام عقب الكارثة فتحت مراكز خصصت للصحة النفسية، ولكن ما مدى وجود وعي بأهمية هذه العملية ومدى توفر الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمشرفين والمرشدين النفسيين أيضاً؟ قمنا برصد الواقع من مراكز الدعم النفسي التي توجد في مدينة درنة من خلال المعالج النفسي بمركز البحوث النفسية بمدينة درنة الدكتور أنور الصادي، والذي حدثنا عن واقع الدعم النفسي في مدينة درنة عقب الكارثة. عندنا استسمنت قصير أو تقييم قصير، لاحظنا أن الصدمات النفسية موجودة عند كبار السن والأطفال أكثر بكثير من الشباب، والدليل على أن الشباب أكثر حركة ونشاط يحاولوا يساعدوا أسرهم ومنشغلين في مساعدة أبائهم وأسرهم وأقربائهم أكثر. فحيحدث عندنا حاجة هنايا، أن الصدمات النفسية للشباب ربما تكون بعد فترة، يعني بعد أشهر بعد انتهاء تقدم المساعدات الأخرى حيحدث عندهم مثلا الفلاش باك أو استرجاع الذكريات الحزينة. في نفس الوقت إن الشباب عندهم كبت، يعني عادة في بعض الشباب يعبروا إن إحنا
لابد ان ما نكتب مشاعرنا ما نطلعهاش قدام اهلنا وقدام اقربنا او حتى بكائنا قدام باش نشدوا من عزيمتهم، وهذا الكبت حيؤدي بعد ذلك الى بعض الاضطرابات النفسيه ايضا. فاحنا في المرحله هذه يعني مثلا عندنا تدريبات نديروا فيها تدريبين، تدريب للبي اف اي هو الدعم النفسي الاولي اللي يقدمه اي شخص حتى مش متخصص، وعندنا تدريبات ثانيه متخصصه للاخصائيين النفسيين كيف يتعاملوا مع الاضطرابات النفسيه من بناتها التروما والاضطرابات النفسيه الاخرى. حيكون التعامل النفسي في طريقتين، يعني حيكون في طريقه اسمها الانديفيدوال سيشن يعني حل الجلسات الفرديه، وطريقه اخرى حتكون على الجروب ثيرابي وهو العلاج الجماعي لما تناقشوا فيها، والعلاج الجماعي هنا حيكون مفيد في عمليه التنفيذ، لانه حيكون في عصف ذهني كيف ممكن يقدموا حتى هم المساعدة وشني المشاكل اللي مروا بها وشني كيف يغيروا من اللايف ستايل بتاعهم. روى لنا المعالج النفسي بمركز البحوث النفسية بمدينة درنة الدكتور أنور الصادي، وهو الذي عاصر تداعيات نكبة المدينة منذ بدايتها عن مشاهداته. بس شفت أشخاص عاشوا الحالة هذه، يعني يقولوا إحنا يعني يقولوا الحالة هذه مشكلة أصبحت تسبب عنه منا أني مش مصدق إن الحدث صار، أني المشاع معاش أني بعد هيك معاش بعد فقدت الأسرة كله معاش نحس بحد، يعني المشاعر متاعي ما نيش قادر نتحكم فيها، معاش عندي رغبة نكلم حد، ما عنديش رغبة أقول حد، يكون في نوبات بكاء مستمر وغير متقطع، قوم بعمليات صراخ يعني حتى لما يهدى شوية ينودع يقوم بصراخ متقطع، وكان كل ما يكون وحدين ممكن الصراخ يقول لك، لما مجرد يكون بروحه يبدأ في نوبات صراخ، خاصة الكبار في السن يعني عادة سواء كان نساء أو رجال. الأطفال نفس الشيء، البكاء موجود عندهم الصراخ. فليش قلت لك إن اللي شاهدناه هو اختلاف في التأثر النفسي بين الأطفال والشباب والكبار، فلاحظنا أن الأطفال والكبار في السن أكثر صدمة وتأثر نفسيا من الشباب. تحدثنا مع الاختصاصي النفسي والتربوي علي أبو صلاح، والذي وصف لنا الحالة والذي شرح لنا مضاعفاتها وكيفية علاجها. المتعرضين للصدمة مش لاقين من يحتويهم أو حتى يفهمهم. أسوأ شعور نحسه بينا وياك سيد إبراهيم هو شعور أن أنا مش مفهوم، أو اللي صار معايا هذه ما فيش حد فيكم فاهمة. أنا لما يعني استنشق رائحة الحائط المبلول بمياه البحر أو بمياه الفيضانات، الإحساس هذا مع إحساس الداهم بالخطر عمره ما حيعوض موقف تاني، حيتأثر فيه وحيبقى لمدار العمر. أنا اليوم في الصبح كنت ندرب في مجموعة من الشباب المتطوعين في بعض المؤسسات التابعة للدولة اللي هم يبوا يساعدوا الخدمة النفسية معايا، فكنت أقول لهم أول حاجة تعرفوا إن ما فيش حد حيتغير ويرد زي العادي أو يرد الطبيعي، لازم أول حاجة نجمع المعلومات عن فلان أو عن فلانة، اللي فارق هلا كلهم غير اللي فارق بس حوشة طحوشة بس. كذلك لازم نعرفوا أن التداعيات نحن ما زلنا على مشارف البدايات أستاذ إبراهيم، نحن على مشارف بدايات تأثير الأزمة هذه على وجودنا كلنا وعلى معتقداتنا كليبيين أصلا وإحساسنا بمن نحن، وللدرجة هذه نحن هشين قدام اللي صار في الحياة. أيضا القائمون على عملية الإنقاذ من مختلف العناصر والمتابعون على الشاشات قد يتعرضون لمضاعفات نفسية لم ينسى الأطباء والمعالجون التطرق إليها. عندنا الكوادر الطبية والكوادر المساعدة الأشخاص اللي أول مرة يمر عليهم المواقف واللي يقوموا بعملية الإسعاف، هذه مع الناس المتطوعين أول مرة يمر عليهم المواقف حيصير لهم أحياناً حيصير لهم صدمات نفسية. الناس كلهم في صدمة نفسية حقيقية. اللي تمناه من عادة تمناه سواء كان من الناس من الحكومة هو تقديم الدعم الكامل لهؤلاء سواء كان مادي أو معنوي أو نفسي. كل هذا يعني لابد أن يكون موجود. اللي نقدمه للناس أنهم لابد يكونوا قريبين من أسرهم، يعني وجودهم في داخل وسط اجتماعي مهم جدا في هالفترة. اللي عنده طفل واللي عنده بنت واللي عنده ولد لابد يكون قريب منها في الجانب الاجتماعي، ما يكونش في خلوة دائما مستمرة. الشخص لما يخليه يعبر عليه حزنه قلت له متى تعرف أنك أنت عليك أنك توقف عن تقديم المساعدة؟ أنا اللحظة اللي نعرف بيها أنا أمتى نوقف هذه اللحظة اللي حنفوز بيها وحنقدم أحسن مساعدة، لكن لما منعرفش أمتى نوقف
يتم يفرق يا جماعة، في شخص يقدر يتحمل يقعد شهر هناك، وفي شخص ما يقدرش يقعد إلا أسبوع، بس لأنهم هم رفقاء يعني ما بعضهم مشوا، فيقول لك أنا ما نبيش نمشي، مع أنه قدرة استطاعته سعة النفسية مش يشوف المناظر ويسمع ويشاهد أسبوع، بعد الأسبوع حيقعد هو هم، سوف يصبح هو هم، يعني حيقعد هو حتى نفسه محتاج للمساعدة. فأنا قاعدت نقول يا جماعة، أنت مرات ماشي مع رفيقك أو أنت ماشي مع رفيقتك، لازم تعرفي أن أنت مش حدود بعضكم، مش زي بعضكم. في الميدان حيبان، حتشموا روائح غريبة، حتشوفوا مناظر غريبة، حتسمعوا أصوات غريبة، حتشوفوا تصرفات مش مفهومة. أنا ساعتي النفسية أمتى؟ أنا لازم نشقى بروحي قبل ما نشقى باللي بنساعده. أنا لو أصلاً ضعيف فاضي غير ممتلئ، مش هنقدر يعني نسكب اللي عندي عليهم، هنقدر أنا عبء عليهم. أرجوك يعني خلي غيرك يعطي مساعدة. أنا نبي اللي يجي ينقذني شخص راقد كويس، شخص واكل كويس، شخص عنده قدر معقول من الإحساس بالذات وبالأمن، لكن ما نبي الشخص يائس من الحياة يجي ينقذني. إذن الدعم النفسي والمتابعة النفسية من أهم عوامل تخفيف وطأة الصدمة التي يبدو أنها تحتاج الكثير من الجهود ومن الإمكانيات. فما هي حسابات الأجهزة والوزارات المختصة في الوقت الذي تظهر ضرورة الاهتمام اللازم؟